انت اتجوزت يا مدحت؟ فلا الله ولا فالك. اه سوري معلش اصلي افتكرتك في الهانيمون. لا يا مدام ايتن احنا هنا في الشغل. شغل؟ لا بجد. اه والله. طب ده حلو قوي، ده شغل لطيف جدا. يا ريت والله كل الشغل يبقى على البحر. بس انا زعلان منكم، انتوا ازاي تعملوا فرح وما تعزمونيش؟ لا احنا ما عملناش فرح ولا حاجه، احنا طقت في دماغنا نتجوز فاتجوزنا. مجانين. عارف احلى حاجه في سامح انه مجنون. سامح الوحيد اللي هو زي ما هو بالظبط، زي ما هو ما اتغيرش، هو تلاقيه كل دماغك بالشويتين دول. بس سامح كان يخش على اي واحده يقول لها ما تيجي نتجنن، والبنات ما بتصدق، ما زي ما يكون عندهم كبت. بس انا مبسوطه قوي ان انا اتعرفت على حضرتك يا استاذه دي. لا حضرتك ايه بقى، انت شايفه الجو مناسب؟ مش قصدي يعني، بس انا بصراحه مش عارفه اقول لك ايه. قولي له جوه. هو بيحب الاسم ده قوي. سامح خليك في حالك. طيب انا هستاذن دقيقه بس هجيب حاجه واجي. قليل قوي من الناس اللي بتعرف الكتاب والسياسيين في البلد هنا. لا ازاي، ده انا متابعه حضرتك ومتابعه كل مقالاتك من هنا في الجامعه. ايه ده بجد؟ والله ده الكلام ده يبسطني جدا. بتضحكي على ايه؟ يعني مش عارفه ليه، يعني حضرتك متخيله ممكن ما تكونش بقرا يعني. لا اصل بيني وبينك اللي بيشتغلوا الشغلانه بتاعتك دي بيتهيألي ما بيكونش حاجه في دماغهم غير ان هم ياخدوا الفلوس من جيوب الناس وبس. ياه، هو احنا سمعتنا وحشه قوي كده؟ لا والله ما اقصد، بس هي الموضه كده خدعه بتضحكوا بيها على الناس الغلابه. لا اعتقد يعني ان وجهه نظر حضرتك انت بس. يعني فستان زي اللي انت لابساه ده بكام؟ اكيد بكتير، لكن لو جبناه من حته تانية بنفس التفصيله ونفس القماش بس شلنا من عليه اسم مصمم الازياء اللي افتكر نفسه انه صنع الذره وشلنا من عليه اسم بيت الازياء هيبقى بكام؟ سوري يعني هيبقى ببلاش. يعني اكيد وجهه نظر حضرتك انت بس، مش عارف. لا لا دي حقيقه. لعلمك يعني سامح والاستاذ مدحت ممكن يبيعوا الهوا للناس بفلوس. ولا يا دوحه؟ مريم. طبعا اسمك. انا سعيد جدا بكلامي معاكي النهارده، وهستنى منك تليفون بقى. تليفوني معاكي مفيش حجه. لا اكيد هكلم حضرتك طبعا، ده شرف ليا يا فندم. يا سامة. اهلا اهلا. مين هي؟ دي جودي. طيب يا جودي خلاص ما تقلقيش، تمام كل حاجه تمام، يلا مع السلامه. والله طب ما تطلع تقعد معاها في الاوضه تتكلموا احسن، اهدى من هنا. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ولو في بيني وبينها حاجه يعني كنت هفضل كده قدامك. امال مين دي؟ دي جودي عميله عندي في الشركه، وانت عارفه شغلنا كله مجاملات. ماشي سامة، انا هصدقك بس عشان انا مش عايزه اعكنن على نفسي. يلا ايه يا حبيبتي اتاخرت عليكي؟ لا خالص. بقول لك ايه؟ تيجي ناخد لنا كاسين؟ لا انا ممكن اشرب عصير. اوكي في عصير في الثلاجه. طيب انا هدخل تواليت بس الاول. يلا. العصير جاهز يا حبيبتي، عقبال ما تشربيه بس انا هكون دخلت الحمام. اوكي.
ايوه يا جودي حبيبتي، هي نامت دلوقتي، افتح الباب انا جاي. حصل ايه؟ البي من اول يوم سايبني ورايح لواحدة تانية. خضتيني، افتكرت في حاجة. هو كده مفيش حاجة؟ عادي يعني، ما احنا عارفين كده من قبل ما اتجوزك الجديد. بس مش للدرجة دي، مش بالسفالة دي. عارف انك عرفتي؟ لا. ولا كأن حاجة حصلت. ولو سألك جيتي ليه؟ قولي لماما سمعت صوتها تعبانة شوية فاطمنت عليها. ماما انا مش طايقة نفسي، ولو عليا عايزه امسكه بايديا دول واقتله. تقتلي ايه وبتاع ايه؟ ما يعرف واحده ولا مية حتى. احنا اللي يهمنا اللي وراه. ليه؟ هو كان ماسك عليا زله مثلا. عادي يعني، كل الرجاله كده. هتقولي له انا زعلانه ومتضايقه واللي عملته ده شيء شنيع وما ينفعش، وبعدين ايه اللي هيحصل؟ هتطلق. هتكسبي ايه من ورا الطلاق؟ مش هسيب حقي. اللي هتاخديه من الجوازة أكتر بكتير من اللي هتاخديه من ورا الطلاق. انت اللي عملت كده في نفسك. كان زمان معاك حتة عيل ولا عيلة كلموا معاك ولا يشيلوا همك. انت؟ انت تاني؟ ده انت بني آدم غبي. انت ضيعت عمرك ليه؟ عشان المعاش المضمون والوظيفه النظيفه ومرتب كل شهر، يبقى تشرب بقى اشرب. جمال انت يا راجل. نعم، عايز ايه؟ عايز اخد رايك في موضوع. رايك؟ لا حلو حلو. بقول لك ايه، لا ركز معايا شويه، الموضوع مهم وانا مش عارفه اتصرف فيه. قولي خلصيني. الواد متولي طلب ايد في ريال. جوزيه. لا بقول لك ايه، تعالى اقعد انت بس شويه هنا كده، ركز معايا وانا هقول لك على كل حاجه. ثانيه واحده. انت عارف ان الواد ده كان مختفي عن الحاره وفجاه ظهر. انا بصراحه كده مش مستريحه له. جوزها له حتى لو هتطلق. اهي تبقى عاشت بدل ما تعيش وهي ميته. ازاي يعني؟ ايه اللي بتقوله ده؟ ارميها؟ ايوه ارميها. ما هي لو ما عاشتش برضه هتترمي. اتجوزت هتترمي، ما اتجوزتش هتترمي. يا ريتني ما صدقتهم، يا ريتني ما صدقتهم.